في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد المقارنه ما بين من لديه افضل مطار، المغرب ولا الجزائر او تونس او مصر. هذا الشيء اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا. اوكي في المرتبه الرابعه مطار تونس قرطاج الدوليه. هو مطار يخدم تونس عاصمة الجمهورية التونسية، سمي المطار بهذا الاسم اعتزازا بالتاريخ والإرث الثقافي لمدينة قرطاج العاصمة التاريخية والثقافية لتونس. يعتبر المطار المقر الرئيسي ومركز عمليات لشركات الخطوط التونسية. المرتبة الثالثة مطار هوارب مدين. هوارب مدين هو مطار دولي يخدم مدينة الجزائر العاصمة، يقع في بلدية الدار البيضاء على بعد 16 كيلومتر في الاتجاه الجنوبي شرقي لولاية الجزائر. يخدم مطار هوارب مدين الدولي سكان العاصمة الجزائرية والولايات الوسطى، فالمطار يغطي مساحة قدرها 1200 هكتار من الأراضي، ويضم 3 محطات للركاب بسعة حوالي 10 ملايين مسافر ومدرجين ومنطقة الشحن والخدمات اللوجستية ومرافق للصيانة، ويعتبر أهم وأكبر مطار في البلاد. شو والله لا مخدوم، يعني مخدوم ديال بس. المرتبة الثانية مصر. ميناء القاهرة الجوية أو مطار القاهرة الدولية. هو مطار دولي يبعد عن وسط مدينة القاهرة عاصمة مصر حوالي 22 كيلومترا في الاتجاه الشمالي الشرقي. تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 40 مليون متر مربع، ويعتبر البوابة الجوية لمصر. ويعد المطار ثاني أكبر مطار في القارة من حيث مطار وكثافة المسافرين، إذ خدم المطار سنة 2008 حوالي 14 مليون ونصف راكب وأكثر من 138 ألف رحلة جوية. وفي عام 2006 اختار اتحاد شركات الطيران الإفريقية مطار القاهرة كأفضل مطار إفريقيا لعام 2006. شو والله يا لواري يا صاحبي. شو تبارك الله، اللهم بارك وزد في ذلك. المرتبة الثانية هذا مباري. شو المرتبة الأولى. في المرتبة الأولى مطار هذا هارب الدولي. هذا تبارك الله مطار دولي يقع في مدينة مراكش عاصمة جهة مراكش آسفي بالمملكة المغربية. يعتبر ثاني أكبر مطارات المغرب من حيث عدد المسافرين بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يمتد على مساحة 22 هكتارا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 9 ملايين مسافر في السنة، ويرتبط غالبا بالرحلات الجوية القادمة والمغادرة نحو أوروبا، خصوصا رحلات شركات الطيران الاقتصادية. أما فيما يخص الشرق الأوسط فيوجد عدة خطوط جوية. المطار حاصل على شهادة الجودة في المجال البيئي، كما يتوفر على شبكة الواي فاي مجانا لجميع المسافرين، كما يعرف المطار تنظيم عدة معارض دولية به. لا لا هارب 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 والله لا أول مرة نشوف، يعني راه أول مرة نشوفه، بنكون صريح معك. اللهم بارك. اللهم بارك. شو عجز اللسان وعني التعبير. تبارك الله. شو الزخرفة. شو هذا هارب. تبارك الله. المرتبة الأولى. اللهم بارك.
المشكل كي داير السواق الاشكال يعني داكشي واعر العطاء والجاج داكشي النقاوة زعما ماشي شو اللهم بارك اللهم بارك لا لا شو لا لا هارب هارب تبارك الله الهيبة الهيبة كتشوف الهيبة لا 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 خصني نزورو هنا هاد البلاصة هادي خصني نزورو ضروري وبلي راه واحد العالم اخر انا اي حاجه شفتها كنعرف بان عندها واحد العالم اخر بالليل ما كيكونوش هذه الاضواء كتكون شي حاجه اخرى شوف اللهم بارك هذا الشيء اللي كاين اخوتي شوف باش ما نكونوا متفاهمين وبلا ما ننافقوا راسنا ولا يعني ديال المغرب شفتوا احسن مطار احسن مطار لا مقارنه بالجزائر لا بمصر لا بتونس طبيعة الحال يعني شي حاجة زوينة بزاف وكما شتو حتى الترتيب اللي دار هاد الأستاذ هذا ولا هاد الشخص يعني ترتيب زوين المغرب مصر جزائر وتونس يعني ترتيب زوين صراحة يعني شي حاجة زوينة كاملة زوينين الله إلا كاملة عجبوني يعني ماشي شي فرق كبير الحمد لله يعني كل شي زين مهم هادشي كان اخوتي وخلوا لي رايكم في التعليق اكيد نبغيكم كاملين تخلوا لي رايكم في التعليق وما تنساوش اللي جديد يشترك ويدي يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ويعجب الفيديو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر السلام عليكم.